نظمت الزاوية القادرية الشيخية أولاد الشيخ بن حمو بوهران وعلى الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلاني في إطار تشجيع السياحة الدينية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، وتزامنا مع 100 يوم عن تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط في جو بهيج تخللته عروض فكلورية وقراءة القرآن والابتهالات الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا رانا في الزاوية القادرية البوشيخية ولاد الشيخ بن حمو حي فلوسن بلدية بوصفر. عمي أحمد، قمتم بتنظيم وعدة الولي الصالح عبد القادر الجيلاني، وهذا في إطار تشجيع الثقافة الدينية حسب توصيات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كيفاش كانت الإقبال، كيفاش كانت تنظيم هذه الوعدة في إطار السياحة الدينية؟ كانوا الناس ما شاء الله، نشكر كاع اللي جاوني من كل بلاد وجاءوا، هذا الأمر دلنا لله في سبيل الله، هذا أمر يقول لك داووا مرضاكم الصدقة. أنا إنسان تاع طعام، نبغي نلم الشمل، صروط الرحيم، إنسان مدى به يزرع مدى ما خير الله. قال لك الناس بكري يقولوا هذا الكلام، اليد الممدودة خير من اليد مبلعة. الإنسان يكون متواضع، من تواضع لله رفعه، نتحب لله، نذكر القرآن العظيم. الإنسان كان اللي ما شافش خوه شحال من عام يشوفه، الفرحة هذيك تدخل الفرحة للإنسان داخل قوه، حاجة عظيمة. الرب هو اللي يرزقك ماشي العبد، العبد لا أسباب، هذا هو طريقة تاعنا. هذه حياتي يا عمي احمد.